بكم إلى نشرة السادسة. قال رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر إن السيادة تحالف سياسي مهم تحمل جميع ضغوط المرحلة السابقة محافظا على مشروعه بتماسك قياداته. وخلال مؤتمر لحزب المشروع العربي في الموصل ذكر الخنجر أن تحالف السيادة وقع ورقة سياسية بين جميع الأطراف قبل تشكيل الحكومة ثم أدرج ضمن منهاجها الوزاري. وأكد الخنجر أن الورقة تضمنت عودة النازحين إلى مناطقهم وخاصة أهالي جرف الصخر ضمن توقيتات اتفق عليها مع القوى السياسية، فضلا عن حسم ملف السجناء الأبرياء والمغيبين وتشكيل لجنة تكشف عن مصائرهم وتعوض ذويهم. عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط، ووضعنا جدولا زمنيا وتوقيتات مع الأطراف السياسية الأخرى لهذه العودة، وعلى رأس هذه المدن هي مدينة جرف الصخر والمدن الأخرى. وكذلك أدرجنا ملف المغيبين لأنها قضية إنسانية قبل أن تكون قضية بين السياسيين، وتمت الموافقة على إنشاء لجنة لتعويض أهالي المغيبين أو المختفين قسرا ومعرفة مصيرهم وتعويضهم عما لحق بهم. وأضاف الخنجر أن الورقة السياسية تضمنت أيضا الاتفاق على حل الميليشيات وإبعاد الحشود خارج المدن، فضلا عن إغلاق المكاتب الاقتصادية في المناطق المحررة وإيقاف الاستيلاء على العقارات. أدرجنا ملف السلاح المنفلت والميليشيات غير المنضبطة وغير الملتزمة بأي قانون، واتفقنا على حل هذه الميليشيات وعلى إبعاد السلاح وكل الحشود خارج المدن بمعسكرات محددة في حدود المحافظات، وكذلك غلق المكاتب الاقتصادية في الموصل وفي بقية المناطق التي أثرت بالظلم والباطل وبأموال السحت الحرام وسيطرت على عقارات بالظلم والإكراه وعلى الكثير من الموارد الاقتصادية في نينوى وبقية المحافظات. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين بغداد وواشنطن في محاربة الإرهاب. بيان رئاسي ذكر أن رشيد تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، وفيما شدد الوزير الأمريكي على دعم بلاده لتثبيت الأمن في العراق، جدد تأكيد مساندة الطريقة السلمية والديمقراطية في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على تقديم الخدمات وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كردستان. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون خدمة العلم سيطبق بعد سنتين من تشريعه براتب يصل إلى 700,000 دينار. سكفان سندي نائب رئيس اللجنة قال في تصريح صحفي إن القانون يحتاج إلى عامين لتهيئة مستلزماته المالية والعسكرية، وفيما أشار إلى أن الأعمار المشمولة بالخدمة بين 18 و35 عاما أوضح أن خريجي المتوسطة سيخدمون 18 شهرا والإعدادية 12 شهرا والكليات والمعاهد 9 أشهر والماجستير 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر. ومن المقرر أن يباشر مجلس النواب يوم غد الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم.
أوعز رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لوزارة الكهرباء بوضع خطة بتوقيتات زمنية لمعالجة أزمة الطاقة تكون ذات نتائج ملموسة ابتداء من الصيف المقبل. السوداني وخلال اجتماعه بوزير الكهرباء والكوادر المسؤولة في مبنى الوزارة قال إنه على مدى أكثر من عقد ونصف عقد رصدت مبالغ طائلة لتحسين الكهرباء ولم يتم الاتفاق أو الانتفاع منها كثيرا، وظلت أزمة نقص الإمدادات قائمة وتسببت في زيادة معاناة المواطنين، مؤكدا أن حكومته وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها لأهميته في حياة الناس. كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية كبيرة للمعتقلين بتهم تجارة المخدرات وتعاطيها خلال 10 أشهر. مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي قال إن عدد المعتقلين بلغ 13,680 شخصا، بينهم 350 حدثا و190 امرأة. وذكر أن كميات المواد المضبوطة مع المعتقلين هي 360 كيلوغراما من المخدرات وأكثر من 14,500,000 حبة. أعلنت وزارة التجارة تجهيز الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية، مشيرة إلى أن التوزيع سيكون في المناطق الأكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق. بيان رسمي ذكر أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها وتوزيعها على المشمولين بنظام البطاقة التموينية، مؤكدة استنفار ملاكاتها في بغداد والمحافظات خلال أيام العطل الرسمية لبدء تجهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها بدفعة واحدة وفي الوقت ذاته من دون تأخير أو نقص في أي مادة. تعمل وزارة التجارة بخطى حثيثة على تحسين مفردات البطاقة التموينية، ومن المقرر أن يشهد العام المقبل إضافة أصناف رئيسة إلى مفرداتها لتخفيف عبء ارتفاع أسعار المواد الغذائية على العراقيين. الاهتمام بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية وتحسين مفرداتها، هذا ما شدد عليه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني خلال اجتماعه مع وزير التجارة أثير الغريري والمسؤولين عن هذا الملف الوطني. وبعد الاجتماع باشرت التجارة إجراءات تشكيل لجنة عليا تدرس تحسين المواد الغذائية وتجهيزها وإيصالها إلى مستحقيها في الأوقات المحددة. لكن هناك إن شاء الله إجراءات من الوزارة تكفل تنفيذ ما وجه به دولة الرئيس بتحسين هذه المفردات إن شاء الله، يعني راح يكون ما أنجزته وزارة التجارة سيكلل بعمل إضافي وتكون تغييرات ملموسة يلمسها المواطن إن شاء الله في الأيام القادمة. 6 مواد أساسية توزع في السلة الغذائية حتى نهاية السنة، أما في بداية العام المقبل فستضاف مادتان إلى السلة هما الحليب والشاي، مع إبرام تعاقدات لشراء 500,000 طن من الحنطة عن طريق مناشئ رصينة بينها أستراليا وأمريكا وكندا. هو الوزير الجديد لديه مشروع اقتصادي جيد في موضوع دعم البطاقة التموينية، إيصالها لمستحقها وتحسين نوعياتها، وهناك منذ يومين اجتماعات مهمة لغرض تحسين مفردات البطاقة التموينية. وإلى جانب السلة الغذائية توفر التجارة مادتي الطحين الصفر وحليب الأطفال بأسعار مدعومة في مخازن الوزارة، محاولة تخفيف عبء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.
أوعز محافظ النجف ماجد الوائلي اليوم بفتح تحقيق موسع في حادثة حريق المدينة المائية، وقال الوائلي إن التحقيق يأتي بناء على مطالبة عدد من أصحاب المحال المدمرة بمعرفة أسباب اندلاع الحريق لاستحصال حقوقهم، موضحا أن الحريق دمر نحو 100 محل تجاري في المدينة المائية مبنية بمواد مخالفة لشروط السلامة. وواكب مراسل يو تي في جهود الدفاع المدني لإخماد الحريق منذ منتصف الليل إلى فجر اليوم بمشاركة عشرات من فرق الإطفاء وسياراتها من دون تسجيل خسائر بشرية. الساعة 12:07 بعد منتصف الليلة الماضية تصاعدت ألسنة الدخان من مركز مدينة النجف، حريق لم يكن الأول في مشروع المدينة المائية الاستثماري، التهم عشرات المحال والمواقع التجارية وخلف خسائر مادية فادحة. أول شيء نشكرك لك أنت مواكب هذا المصيبة اللي صار. طبعا والله يا أستاذ حسام، العراق يعني مأساة، العراق يعني أصبح بلد مافيات، بلد سرقات، يعني بلد ما تقدر تعيش بيه. أنا اليوم متندم، يعني متندم باقي بهذا البلد. أنا عد اليوم يمكن هذا المليار اللي هو رايح وقاعد بيه بأي دولة، وأصرف لك كل شهر ورقتي على عائلتي أحسن لي، ولا هالمصيبة إحنا متوقعيها. وإحنا اشتكينا، وإحنا مدير استثمار أكثر من مرة وطالبناه يا معود هاي سندويش، إحنا خسرنا، إحنا بنينا، إحنا يعني سوينا هاي سندويش، ولا أحد يستجيب لنا. هاي الوادي مش اللي ذنبها عمي، لك عمي هاي ملايين راحت لها، انهجمت بيوتها، المن يعاينون؟ ترى ما عندنا بس أمير المؤمنين ما دخل استثمار، والدار مدايرة دخل، بس شلون استثمار؟ نهب، شلون استثمار؟ هذا كله 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 هذا نقول احنا استخفاف بالبشر، لأن أرخص شيء عندنا البشر. أقف الآن أمام المراكز التجارية التي تعرضت إلى الحريق في مشروع المدينة المائية وسط محافظة النجف. إلى هذه اللحظة تحاول فرق الدفاع المدني والدوائر المساندة السيطرة على الحريق الذي امتد إلى مساحات كبيرة. تقدر خسائر هذا الحريق عشرات المليارات. إلى هذه اللحظة لم تعلن الدوائر الرسمية عن أسباب الحادث ونتائج التحقيق. قصة تكرار الحرائق في مشروع المدينة المائية تبدأ بمخالفته لشروط السلامة في البناء، مما يهدد حياة المواطنين وخصوصا سكان المناطق المحيطة بالمشروع. بحسب كتب رسمية اطلعت عليها يو تي في مرسلة من دوائر الدفاع المدني والاستثمار إلى إدارة المشروع. هو ليس الأول ولن يكون الأخير طبعا، طالما موضوع سندويش بنال سيطر على مشهد البناء لدينا، فإن الأمر ينذر بحوادث كثيرة من هذا النوع. لم يعد هناك من لا يعلم بأن سندويش بنال خطر كبير، خطر قائم، وتحدثنا كثيرا، لكن لا قيمة لكلام لم يجد من يصغي إليه. بخمسين سيارة إطفاء انشغلت فرق الدفاع المدني وسائر الدوائر الساندة بالسيطرة على الحريق ولم تخمد نيرانه حتى مطلع الفجر، وبعد إخمادها طالب المتضررون بتعويضهم ومحاسبة المقصرين والمخالفين لتعليمات وقوانين البناء، ليقرر محافظ النجف فتح تحقيق في الحادثة. من النجف حسام الكعبي، يو تي في. بلغت واردات العراق المائية هذه السنة أقل ب 50% من العام الماضي، ما أدى إلى خروج محافظات كاملة عن الخطة الزراعية لعدم وجود مياه للري بانتظار حل يعيد الحياة إلى الأرض. مع مرور الوقت تتصاعد مخاطر أزمة المياه في بلاد الرافدين، تحد خطير ولا حلول تلوح في الأفق. جفت الأنهر والثروة السمكية لم تعد ثروة،
وزير الموارد المائية يقول ليو تي في إن المعالجة الداخلية لشح المياه وتوزيعها العادلة أولوية، أما المفاوضات مع دول المنبع وتحديدا تركيا فهي مستمرة وقد نصل إلى اتفاق بين الجانبين. الوزير التركي استعداده لعقد اجتماعات ثنائية مشتركة لدراسة هذا الملف بشكل مفصل، ونأمل أن نصل إلى تفاهمات تخدم وتؤثر على تحديد فرصة يعني حصة ثابتة ومنصفة للمياه للعراق. كارثة بيئية أطاحت بأهوار الجنوب، تغيرات مناخية وسوء إدارة لموارد المياه، بالإضافة إلى عدم تقاسم الضرر بين المحافظات. واردات العراق المائية هذه السنة أقل ب50% من العام الماضي، الأمر الذي يدعو المسؤولين عن ملف المياه إلى إيجاد حل بأسرع وقت. تقليل من آثار أزمة المياه في العراق هي حسن إدارة الموارد المائية. هناك هدر كبير جدا، هناك حالة من التجاوز على الحصص المائية الموجودة، والطرق القديمة والتقليدية في الزراعة هذه كلها بالحقيقة لها دور كبير جدا في أن ترهق الموارد المائية في العراق وتجعل من هذه الشحة المائية ذات ثقل أكثر. لم تعد الحاجة إلى الزراعة هي ما تحدد كمية المحاصيل المطلوبة لسد الاحتياج، بل إن كمية المياه المتوافرة هي المحددة للمساحات التي ستزرع في الموسم الشتوي. محافظات كاملة خرجت عن الخطة الزراعية لعدم وجود مياه للري، ولا يزال البحث جاريا عن حل يعيد إلى الأرض الحياة. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد. وفي قصص يو تي في، حصلت الصيدلانية رسل أحمد على براءة اختراع بعد أن توصلت إلى علاج لداء السكري. نتابع قصتها من ديالى مع علي العنبقي. حبها للأدوية وقضاؤها معظم الوقت مع جدها الصيدلي في صغرها دفعها إلى دراسة الصيدلة والتميز فيها. رسل أحمد طارق صيدلانية من ديالى حصلت مؤخرا على براءة اختراع لتوصلها إلى علاج لداء السكري عن دراسة قدمتها للحصول على شهادة الماجستير من كلية الصيدلة في الجامعة المستنصرية. بلشنا بالبداية بالمختبر، كان عن تجربة عن السيل لاين الإنسولينوما الخلايا المعزولة، والدراج أخذناه بسكونس مختلفة ومغايرة عن الأبحاث السابقة، وكان بتراكيز قليلة أثبت أنه نتائج جيدة الحمد لله. من بعدها كان أكو تشجيع أنه نكمل على الخلايا الحيوانية اللي هي الرات، وكذلك أنه هم استخدمنا تراكيز مختلفة، والتركيز اللي اشتغل كان تركيز يعني جدا قليل ونتائج أيضا جيدة. وأيضا انتبهنا أنه انتظم السكر وعمل الإنسولين تقريبا لمدة 10 أيام، وبعدها بدأ تدريجيا يرتفع. براءة الاختراع جاءت بعد تجارب أكملت خلالها رسل بحث أستاذتين في كلية الصيدلة، الذي أوصلها إلى العلاج من مواد بيولوجية لا كيميائية، وما يميزه أنه يثبت الإنسولين وينشطه بشكل تدريجي. تحتاج وزارة الصحة تدخل بهذا الموضوع، تتبناه يعني أو شركة كيمادية، نجرب المراحل السريرية، نقسم التوكسيستي السمية للدراج، يعني عندنا شيء مكمل يعني. يعني بعد ذلك احنا ورا ما انتهى هاي الامور كلها، لان حتى احنا كتصنيعه احنا يعني مقررين انه انجكشن يكون كأبره. نتائج الدراسه التي حازت على براءه الاختراع يمكن تطويرها لعلاج امراض اخرى بحسب الاستاذه المشرفه على البحث. اذا اكو يد انطتنا دعم لهذا الشيء احنا نكمل مراحل، يمكن مو بس الديابيتس، يمكن حتى علاجات اخرى نستخدمها هو نفس السيكونس، لان هو ينشط انزيم السيرتوين 1، بس نقدر نوجهه بحيث انه يشتغل مثلا على هذا المرض هذا المرض هكذا. وحاز قسم الادويه والسموم في كليه الصيدله على 4 براءات اختراع العام الماضي، فضلا عن عده براءات تتعلق بالامراض والعلاج احرزتها اقسام اخرى. سنويا يحصل طلبة وأساتذة من جامعات مختلفة على براءات اختراع متنوعة، لكن أغلبها يواجه بالإهمال، ما يتطلب اهتماما أكبر لاعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع واستثمارها لفائدة المجتمع، لا سيما المتعلق منها بعلاج الأمراض. من كلية الصيدلة في الجامعة المستنصرية، علي العنبقي، يو تي في.
مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى حريق المدينة المائية وتداعياته، ينضم إلينا رئيس هيئة استثمار النجف الدكتور ضرغام جيجو. أهلا ومرحبا بك دكتور. في كل حريق يلتهم سوق أو مبنى، آخرها طبعا حريق مشروع المدينة المائية بالنجف، يتبين فيما بعد أن السبب هو البناء بالسندويج بانل المخالف أصلا لشروط السلامة، ما تعليقك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية لكافة السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة بالأمس حدثت حريق بالمفتعل بفعل فاعل في مدينة الألعاب المائية في النجف الأشرف، وإحنا من البارحة بالأمس 12 ليلا وللحد الآن نتابع مع الأخوة في الدفاع المدني مجريات الحريق. أود أن أوضح لك ولكافة السادة المشاهدين أنه تم منح الإجازة الاستثمارية لمشروع مدينة الألعاب المائية المرقمة رقم 81 في عام 2010 من قبل رئيس الهيئة الأسبق، وتم تشغيل التجاري للمشروع في عام 2016، وأيضا قبل أن أتولى الإدارة هذا الهيئة الاستثمار النجف. الحقيقة من خلال اطلاعنا على المخططات لاحظنا أن هذه المخططات مصادقة من قبل مديرية التخطيط وبلدية النجف المعنية، وحسب تعليمات وزارة البلديات التي تنص في بناء بالسندويج بانل بناء غير ثابت للمناطق الترفيهية. على الرغم من ذلك احنا سجلنا اعتراض وفاتحنا الدوار والوزارة المعنية بأن يكون المشاريع الترفيهية الاستثمارية أن يكون بالبناء الثابت، إلا أن الوزارة لم توافق على أن يكون البناء بناء ثابت، إنما يكون بناء متحرك غير ثابت. ومع ذلك احنا بلغ من عنده تولينا الإدارة وعند ورود كتاب من تبليغ من مديرية الدفاع المدني لهيئة الاستثمار بوجود مخالفة المستثمر للشروط الفنية والشروط الدفاع المدني، على الفور قامت الهيئة بتبليغ المستثمر بإزاءة المخالفة والالتزام بشروط مديرية الدفاع المدني، إلا أن المستثمر لم يلتزم بتوجيهات الهيئة وتبليغ الهيئة. وعلى ضوء ذلك بعد مضي المدة القانونية قامت الهيئة بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13/2006 المعدل، وقامت بتوجيه انذار للمستثمر، ومن ثم بعد أن مضت مدة الانذار 30 يوم وعدم إزالة المخالفة المنصوص عليه بالقانون قامت الهيئة بتوجيه انذار نهائي للمستثمر. وعلى ضوء هذا الانذار النهائي قدم المستثمر تظلم للسيد المحافظ السابق المحترم أنه المخططات مصادقة من دوائر ذات علاقة، وأن هيئة الاستثمار وجهت له انذار نهائي. وعلى ضوء ذلك وافق السيد المحافظ من الاستثناء من الضوابط وفاتح مديرية الدفاع المدني النجف باستثناء هذا المشروع من ضوابط الدفاع المدني، وقامت مديرية الدفاع المدني مشكورة بمفاتحة مديرية الدفاع المدني العامة، وبعد إجراء الكشف ومضي الإجراءات لم توافق مديرية الدفاع المدني العامة، وتم تبليغنا مرة أخرى بضرورة قيام مستثمر بإزاءة المخالفة. أيضا قامت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية وتبليغ المستثمر بإزالة المخالفة، إلا أن المستثمر لم يقم بإزاءة المخالفة. على ضوء ذلك قامت الهيئة بتبليغ السيد المحافظ واتخاذ المحافظ السابق واتخاذ إجراءات القانونية بحق المستثمر. نعم. وقد قامت الهيئة بفرض غرامات مالية بحق المستثمر نظرا لعدم إزالة تباعا المخالفة. سنأتي على هذه الخطوات. نعم. لكن أسألك، ما علاقتك بمشروع المدينة المائية؟ هناك نخب طالبتك نجفية تحدى، طالبتك بالاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة أول مرة أسمع من عندك هذا المطلب، أنه الإجازة تم منحها قبل أن أكون موظف في هيئة الاستثمار عام 2010، وتم إنجازها أيضا قبل أن أكون رئيس لهيئة الاستثمار النجف. نعم. والحقيقة أنا متواصل مع جميع النخب، مع جميع الدوائر، مع جميع الشخصيات. إحنا نعمل ليل ونهار لخدمة أبناء المحافظة. هيئة استثمار النجف متميزة تعمل بشكل جيد. نظرا لهذا التميز لاحظنا منذ يومين استهداف الهيئة من قبل جهة سياسية من مواقع صفحات الصفراء لأغراض خاصة ممولة لغرض أنه تسقيط العمل الاستثماري في محافظة النجف، لا نظرا لما حققته المحافظة من إنجاز مشاريع على مستوى القطاع السكني، على مستوى القطاع الصناعي، على مستوى القطاع الزراعي والترفيهي والسياحي والخدمي والتعليمي والصحي
وكذلك في قطاعات الخدمية الأخرى. هيئة الاستثمار النجف حريصة على اتخاذ إجراءات قانونية مع المستثمرين المتلكين، وقد تم تطبيق إجراءات قانونية بحق المستثمرين المتلكين، وتم فرض غرامات وإلغاء إجازات وسحب إجازات، وبلغ عدد الإجازات 116 إجازة تم تطبيق أحكام مادة 28 من قانون استثمار رقم 13/2006 من مجموع الإجازات الكلية اللي هو 300 إجازة. الحقيقة إحنا داعمين للمستثمر الجدي، وبنفس الوقت إحنا نتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المستثمر المتلك رغم التحديات ورغم الظروف ورغم ما يمر به البلد، رغم ما نعانيهم وما نواجههم من تحديات كثيرة. نعم، رئيس هيئة استثمار النجف الدكتور درغام جيجو، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.